انا شيف اماراتي مصبح الكعبي، اول شيف اماراتي، اول حكم اماراتي دولي، ثاني حكم دولي في الخليج، وكابتن فريق الامارات للطهاه، وفي جميره زعبيل سراي انا الاكزيكتيف اورينتال شيف. والله كنت يعني اشوف الوالده وهي تطبخ في المطبخ، فجاني الالهام يعني أنا يعني كنت أطب يعني ما أقدر أطبق في البيت، بس كنت أشوفها شو تسوي وأطلع برا وأطبق أنا والشباب يعني، فحسيت إن في عندي شيء كذا نفس في الموضوع. نفس الشيء اللي علمتني إياه الوالدة طبعًا، وأول طبق كان مكبوس دياي سويته للشباب طبعًا، ما ضبط مثل ما هي الله يرحمها، بس إنه كان almost there يعني الشباب استمتعوا، لأن كنا برا في تخييم وما كان جنبنا شيء إلا هاي الطبخة، ف عجبتهم الشباب، فكمان كان حافز يعني. شوف دائما نسأل هالسؤال في الميديا عامة، أن شو أحسن شيء عندك؟ فأنا دائما أنظر بهالنظرة يعني، إذا عندك محمد وعبد الله وراشد ولادك، منو أحسن ولد فيهم ومنو تحب؟ مستحيل تقول راح أحب واحد، كلهم حبايبك لأن كلهم ضناك. فأنا المكونات والمقادير والطبخ كله يعني بحترمه، فبناء على المكونات او المقادير الموجوده عندي في نفس وليده اللحظه هذا الطبق اللي انا يعجبني يعني. والله طموحي ان يعني المطبخ الاماراتي يكون موجود في انحاء العالم، فالحمد لله، وقاعد الحين شغال على كتاب خاص فيي انا، عشان اوثق الاكل الاماراتي التقليدي الاصلي الاوثنتيك، لانه في كتب كثيره يعني انا ما يعني، فأنا راح إن شاء الله هذا هدفي أني أوثق كتاب إماراتي للأكل الإماراتي التقليدي البحري. اليوم بنسوي طبخة جدا بسيطة قديمة من 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 العبق التاريخي الإماراتي اللي هي دياي مكبوس، وبقول المكونات على السريع. طبعا عندي عيش بسمتي منقوع ومغسول، عندي كزبرة فرش مفرومة، عندي بصل انا حطيت قرنين فلفل لاني انا احب الفلفل، عندي طماط، عندي دياي بالعظم، عندي ثوم، عندي بهارات حب بقولها طبعا اللي هي ورق غار، ليمون يابس، جرفه وهيل، عندي الثوم، عندي الفلفل الابيض، عندي الملح، عندي السمن اللي هو السمن الخنين، عندي الكركم، عندي البهار الاماراتي المخلوط، وعندي ماي للطبخ. بحط زيت اول شيء في التاوة او في الجدر، طبعا كمية زينة انها من الاساسيات. بحط الطماطة الحين طبعا مثل ما انتم شايفين، بحط الدياي مغسول، بحط الكركم، بحط البهار، بحط ملح، بحط فلفل اسود، بحركه شوي، كل اللي يقول لك طبق بسيط وطبق هذا المكبوس من اصعب الاطباق الاماراتيه عامه، لان في مقادير وفي يعني مش كل شيء تحط عباس على عباس، فكل شيء له مرحله معينه يستوي فيها في نظام. برجع واقول مره ثانيه، الاكله اسمها فوقه لان كل شيء فوق بعض، بس ما يتحطه كله مره واحده لان الطبخه ما راح تضبط. حتى بتقول لي المكونات كلها، لان اقول لك لا، لان كل شيء راح لازم يستوي يعني ياخذ وقته في الاستواء، حتى البودرة، حتى البزار، حتى الكركم لازم ياخذ وقته في الاستواء عشان يعطيك الـ 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 الخاصية اللي فيه. طبعا البصل بدأ يذبل، خليه شوي بعدين بكمل عليه باقي المكونات اللي عندي. طبعا كل شيء جاهز الحين، آخر شيء بنحط العيش المغسول اللي مثل ما قلنا، اللي طبعا على حسب الرغبة، تمام. الحين مثل ما قلت بحط الزنجبيل، اريد طعمه اخر شيء، وبحط الكزبره الفرش اخر شيء،
وبخلي شوي للزينة بعدين. مثل ما شفتوا طبختنا وصلت على النهاية، والحين بنغرف وبتشوفون ويانا كيف آخر شيء الطبق راح يكون. طبعا بقرب لها الليمون اليابس أهم شيء، واللي أهم من هذا كله عندي أنا طبعا، وين صار آخر شيء مثل ما قلنا رشة الكزبرة، وعليكم بالعافية.